من خلق النبتة الصغيرة؟ الحشرات، الديدان، كل الكائنات، الإنسان، الحيوان، كل شيء خلقه الله جل وعلا. من يدبر أمرها؟ الله. من يحييها؟ من يميتها؟ من يرزقها؟ هو الله. إذن هو الوكيل، هو الكفيل جل وعلا بكل ما خلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو خالقها، مدبر أمرها، المتصرف فيها، الرازق لها، المحي، المميت. وهناك وكالة خاصة لأهل الإيمان، فهو الوكيل عليهم جل وعلا، ينصرهم، يحفظهم، يتكفل بهم جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهو الوكيل عليهم جل وعلا، على عباده، يحفظهم، يتكفل بهم، ينصرهم، يرعاهم جل وعلا. لما كان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، خاف على النبي، أبو بكر خاف على حبيبه عليه صلى الله عليه وسلم، قال: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. من أعظم الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما تقولها هل تستشعر فيها؟ هل تستشعر ما معنى الوكيل؟ وكلته أمري، الوكيل الذي يتكفل بي، الوكيل الذي يرعاني، الذي يحفظني، الذي يكلأني. من؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. من يعيش مع هذا الاسم لا يخاف من شيء. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بعد معركة أحد، جرح من جرح، قتل من قتل، أوذوا جميعا. مع هذا جاءت الإشاعة أن قريش جمعت جيشا أكبر للقضاء عليكم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما الذي حصل لأصحاب النبي؟ اسم الوكيل في قلوبهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اجعلها في قلبك دوما: الله عز وجل هو الوكيل. الله يا الله، الله يا من أعظم الأسماء التي ينبغي أن يؤمن بها المسلم المؤمن الموحد اسم الله عز وجل الوكيل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من آمن باسم الله الوكيل بذل الأسباب في الدنيا ونام مطمئنا مرتاحا، ترك الأمر لله لأنه الوكيل. تخيل رب العزة هو الوكيل، ليش تقلق؟ لما أنت خائف؟ لما تفكر كثيرا بالمستقبل ولا تدري ما الذي سيحصل؟ دع الخلق لله عز وجل واترك الأمر لله، فهو الوكيل. أرادوا حرق إبراهيم فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، وانقلبت النار بردا وسلاما. اجتمع المشركون على أصحاب النبي فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عبد الله، هذا اسم عظيم، عش مع هذا الاسم والله تعش طول عمرك مرتاح البال. حاجتك اللي تريدها في الدنيا هل هي خارجة عما بين المشرق والمغرب؟ شوف المشرق والمغرب، حاجتك في الدنيا غير اللي بين المشرق والمغرب؟ طبعا لا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اتخذ ربك وكيلا، فإن حاجتك لن تخرج، حاجتك في الدنيا لن تخرج عما بين المشرق والمغرب. الله هو الوكيل جل وعلا. من استشعر هذا الاسم لا يتوكل إلا عليه، يدخل الجنة
70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مباشرة يدخلون الجنة 70,000. من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، ما يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. هنا المغزى، يدخلون الجنة قلوبهم كأفئدة الطير، لأنهم آمنوا باسم الله الوكيل، آمن بها موسى فصار البحر يبسا وانشق له البحر، آمن بها يونس فنجاه الله من الحوت، آمن بها أيوب فشفاه الله من المرض وأرجع له أهله وأولاده وأمواله، آمن بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان في الغار فنجاه الله وأعزه الله على أهل مكة وغيرهم. من آمن باسم الله الوكيل فقد كفاه الله، ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كافيك رب العزة الوكيل، فأنعم بهذا الاسم واحفظه دوما واجعله في قلبك، ولن يضرك بعده شيء بإذن الله عز وجل.